نكني نحضر المهرجانات مهرجانات نجي وغن تحضير ديك السن وغقار وغلختجان، ولكن الحمد لله قد داس السيد معروف ابراهيم يغلى غد الفرحيات الحياه لا قيس فرح لا كورونا مستنطق قنطوله ولا، ولكن الحمد لله هو صار في المهرجانات يسويت غنتواصل الجمهور ونتواصل دوي الساعه السنين ودوي صوره السنين ودوي سد الدانيز قل بعد ودوي سد الدانيز قل كور ان يوسان غيسين هما كاينين تيلا تيلي مازير اخطار انت حضر هذاك ديك المهرجانات ماشي عبادي دو هي فنانه كسوا دي دو دوالها دي دو مازير كوجا كان الشال ايا دو فرح الشال ايا وانها تقول غير راك مازير ذات ولا يبو عزالات دون غير الصغار كما قال انسى دون الخليفات دون الضربات دون الخليفات جميع مناطق المغرب لا تحضر ذا انا نتمنى يركني ويساق السنين ويسرق السنين فرصة هذا كان فرصة للفنان باش يتعرف باش لا تدوق رشال الوان هذا عسى وانا وزارة الثقافة لم تنا واش هذا شواهد المهرجان المهرجان لم تنا واخد وزارة البطاقة لوزارة الثقافة دونك غادي يضرب كورتي واد سواكي أزول السلام عليكم إلا كيدونا نزور الحسن بومزيز لحدي بوحسوسن الحمد لله عندنا دغلا تمازير دنا القيادة نغني تمولي بوعزة غزي جو كدود يا أخا ثارة كدود يا زيل الحمد لله شارك ديك الفنانة حوزار عبد العزيز ستاتي خدمة غدا ديون الفنانة مثل ما حدي مثل مولي بوحزة اسماعيل الحمداني الجمهور تبارك الله كلشي لا جاوبها كيدنا غير نوفا دي مازيغا نخدم تمازير دنا نجاوب الجمهور سناغ ميدن سندن وتبارك الله عليكم شكرا واللي الاحسن ربط على يطلع على بيدي ويشوف خداني رايح ابغى الراسه والسلام انا يا مولا حصدي يا ضمائي والسلام انا يا مولا حصدي يا ضمار مغربي انا ود الناس واللي الاحسن ربط على يطلع على بيدي ويشوف خداني رايح ابغى الاطفال كاع اللي كانوا الزوار ديال هذه المدينه باش نشاركوا معهم هذه الفرحه هذه وهي سابقه انه يعني بهلوان كيتسالى يعني بين الازقاء كاين اقبال كبير ديال الاطفال ضحكنا معهم لعبنا معهم وحسينا معهم بواحد الجو ديال الفرحه بعد ما كانت الجائحه منعات الانشطه ومنعات يعني داك التواصل بين المسرحيين وكذلك بين الاطفال اليوم كنلقاو واحد يعني التفاف كبير ديال الاطفال حنا فرحانين بزاف وحنا جد مسرورين شكرا للمنبر ديالكم المغرب العربي بريس على هذه الانتفاته وعلى التغطيه ديالها لهذا المهرجان تنشكركم جزيل الشكر وتنتمنوا يعني الدوام الفرحه والبهجه لجميع اطفال المغرب بعد يعني القيود ديال الجائحه اللي معاتنا من التواصل وباش نجتمعوا مع الاطفال الفلذات الكبيد ديالنا جميع انحاء المغرب وغادي تكون جوله في جميع مدن المغرب ان شاء الله بالشخصيه البهلوانيه المشهوره بعمي زعلول واللي لقات صدى كبير اثناء الجائحه وتنتمناو ان شاء الله اننا نزوروا مجموعه من المدن باش نفرحوا مع الوليدات اليوم كانت البدايه من مولاي بوعزه وغدا المدينه اخرى وشكرا.